القانون الآخر المستعمل لدراسة أو استخراج درجة الحرارة السطحية للشمس هو قانون فين، أو في بعض المصادر طلاب يسمى بقانون إزاحة واين. هذا القانون بالحقيقة هو اشتقاق لقانون بلانك، يشتق الطاقة الكلية المنبعثة من الجسم بدلالة الطول الموجي ويساويها هاي المعادلة بالصفر، وبالتالي حصل على أعظم طول موجي مثل ما بينا لكم بهذا الرسم، كان أعظم طول موجي في منطقة الضوء المرئي. اللي يهمنا بالقانون، نص هذا القانون ينحفظ موجود عندكم، أنه الطول الموجي يتناسب عكسياً مع درجة الحرارة المطلقة للجسم الأسود، والقانون وتطبيقه ورموزه مطالبين به. بعض الرموز إحنا إن شاء الله يعني نوفرها لكم بالامتحان. مثل ما تلاحظون عند زيادة درجة الحرارة اللونية، هنا تي سب سي تمثل درجة الحرارة اللونية اللي يتم استخراجها هنا من هذا القانون، وكانت قيمة درجة الحرارة السطحية للشمس 6166 جلفن. إذا أخذنا المعدل لهذه الدرجة والمعدل للدرجة السابقة اللي استخرجنا قانون ثابت بولتزمان ستيفن بولتزمان، إذا أخذنا المعدل أيضا راح تكون درجة الحرارة السطحية هي 6000 مطابقة لنفس القيمة اللي استخرجها بلانك أو وضحها بلانك من خلال دراسة التوزيع الطيفي لمنحنيات الطاقة بدلالة الأطوال الموجية للطاقة المنبعثة من الجسم الأسود.